اشكلته كثير الحصول على نقطه. الان كمارا الى هاشم صالح، وفي النهايه حكم المباراه يطالب بالاستمرار، يطالب بالاستمرار. وصله الى احمد على طول، تقطع بقراءه جيده من جانب جماله الى محمد ربيع، مصطفى مختار لمسه اماميه، وفي النهايه تحولت الى خارج الملعب الى رميه جانبيه لمجيس. هذه اللعبه اللي يبحث من خلالها هاشم صالح عن ركله جزاء، وبعد ذلك حكم المباراه كان قريب جدا من اللعبه، وبالتالي تحولت واستمرت.